طبعا هذا جبل مطحن، هذا جبل المشروع، ما شاء الله تبارك الله، جبل الخير، جبل مطحن، جبل المتبرعين، جبل مشتركين ومتابعين قناة المشروع. يحضر جبل مطحن خميس مطلق. هذا طبعا الخط، وهذه قريه الظهرة والسهلة، وهذا الخط اللي هو نازل من السلف. هذه قرية السلف طبعا، وهذا الخط، وهذه الحجف، وهذه قرية السهلة، بيت الشيخ حسان، بيت المتبرعين، ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما سمعتموها الآن هي أحد التفجيرات الذي هي تابعة للمشروع الذي يشتغل في الجبل، ما شاء الله تبارك الله. هذا الظهرة ما شاء الله، هذا خط الذي هو بطيشة، ثم بعده طمل، ثم بعده ضاحة الرباح، ثم بعده ظهر السداد، ما شاء الله، حتى وادي زبيد، ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا الاشتراك ولايك وشكرا.